السلام عليكم، لاحظوا هذا المشكل. حسان، المكربين ممتلئ، دليل على أن مضخة البنزين تعمل. هناك بعض الاتساخات وهي سبب المشكل، نقوم بنزع هذا البرغي. هو نظيف وليس به أي انسداد، وهذا البرغي أيضا نظيف. ارتفاع مستوى البنزين في الخزان يرتفع معه في هذه الجهة، لكن في هذا المكربين لم يرتفع مستوى البنزين مع مستوى البنزين في الخزان، والسبب هو انسداد المجرى الرابط بين الجهتين ويجب تنظيفه. هذه مساعدة دعسة البنزين. أما هذا البرغي فهو مسؤول على وضع الحيادي أو الرارونت. لاحظوا معنا كيف يعمل المكربين بعد تنظيف تلك المجرى. كان معكم قناة الأمارات، السلام عليكم.